ولتسليط الضوء أكثر على الموازنة العامة في العراق وما تتضمنه من مخصصات كبيرة وتأثير توزيع أبوابها من نفقات على المواطن العراقي، ينضم إلينا الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي عبر سكايب من عمان. أهلا بك معنا سيد علو. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك سيد علو. يعني في ظل حديث النواب عن أن موازنة العام الحالي هي الأعلى منذ 2003 وحتى اليوم بحوالي 112 مليار دولار، كيف ترى توزيع المخصصات على أبواب الموازنة وما الذي يمكنه أن يرفع مستوى المعيشة للمواطن العراقي في هذه الظروف؟ حقيقة هذه الموازنة في عمليات التخصيص للوزارات والمؤسسات الدولة بما يسمى بالموازنة التشغيلية التي تضمن بحصة حوالي 122 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب بحدود حوالي 92 مليار دولار، هي موازنة تشغيلية، أي لا تأتي بأي شكل من الأشكال من عملية إيرادات جديدة لعمليات الدعم في النمو أو الإجمالي المحلي السنوي. لذلك نلاحظ هناك عجز كبير جدا يقارب بحدود حوالي 60 تريليون دينار عراقي، أي بحدود حوالي 44 أو 45 مليار دولار، وهذا من الصعب جدا على الحكومة بالظرف الحالي وبأسعار النفط الموجودة حاليا لا تمتلك إمكانية التعويض أو سد العجز، وإنما بدأت من اليوم الأول لهذا العام بطلب القروض سواء داخليا أو خارجيا، وهذا سيزيد مستقبلا من معاناة الأزمة المالية للشعب العراقي حقيقة، خصوصا إذا ما رافق ذلك انخفاض كبير جدا في أسعار النفط. ولذلك نلاحظ جائحة كورونا وما سببته من انخفاض في النمو العالمي وانخفاض الطلب على النفط الذي لا نمتلك غيره أن نورده للعالم ونأتي بإيرادات جديدة، أي أن العراق أصبح بلدا ريعيا 100%، وهذا يشكل خطر كبير جدا مستقبلي لا يعطي الإمكانية في وضع موازنات تحقق للمواطن العراقي النهوض بمستوى معيشته، مستوى الصحة، مستوى التعليم. ولو نلاحظ التخصيصات مع الأسف هناك تناقض كبير جدا في أهداف الموازنة. هم قالوا أن هذه الموازنة موازنة إصلاحية، إصلاح من؟ إذا كانت التخصيصات للرئاسات الثلاث تساوي أربع وزارات مهمة جدا في حياة المواطن، ممثلة بوزارة التعليم والصحة والصناعة والزراعة. تصور هذه الأربعة الأساسية والجوهرية التي من الممكن أن العراق يعتمد عليها في عمليات، أولاً تقليص البطالة من خلال فتح واستثمار لمشاريع جديدة وإعطاء فرصة للقطاع الخاص أن ينهض بعمليات توفير احتياجات بسيطة يستوردها العراق. ونأخذ مثال على ذلك بسيط جدا، 2019 العراق استورد بما قيمته 44 مليار دولار، ولكن البضائع التي دخلت إلى العراق لا تساوي أكثر من 18 مليار. إذن أين البقية الباقية من عمليات إخراج هذه العملة لعمليات الاستيراد؟ هناك حقيقة واقع مزري وفساد مالي كبير جدا، سواء في الموازنة 2021 طيب. التي تم زيادتها قدرت من 150 تريليون دينار وزادوها 12.162 مليار دولار، رغم العجز الموجود ورغم عدم الوضوح في إمكانية زيادة الإيرادات النفطية خلال هذا العام، ومن المرجح كل الخبراء يؤكدون على عدم زيادته ما بين أسعار النفط ما بين 50 إلى 60 أو إلى 58 دولار للبرميل الواحد. إضافة إلى
أن الالتزام بعمليات تخفيض الإنتاج وفق أوبك، العراق يجب أن يخفض 1,050,000 برميل يوميا. إذن هناك أزمة قادمة، رغم أن الموازنة الكبيرة جدا تقدر بحدود 122 تريليون منها هي تشغيلية، أي لا تأتينا بعمليات إيرادات أو توسيع في عمليات التنمية القادمة للأجيال القادمة، وهذا يشكل لنا الاعتماد على القروض واعتمادا على الضرائب التي يعيشها الشعب العراقي، إضافة إلى تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة، وهذا يكون عبئا كبيرا على الواقع المواطن العراقي خصوصا أصحاب الدخول المحدودة. طيب دكتور علو، يعني هناك تعتيم على أوجه الإنفاق من قبل الحكومة، ما هو السر وراء هذا التعتيم وفق رأيك؟ السر الجوهري والأساسي حقيقة هو الفساد. يعني نلاحظ أن هناك تكرار في الموازنة، يعني إنفاق حول البطاقة التموينية في أحد الحقول 162 مليار دينار عراقي، وفي حقل ثاني خدمات من وزارة التجارة للبطاقة التموينية بحدود حوالي 150 تريليون مليار دينار عراقي. ما هذا؟ أو أن هناك إجمالي لنفقات وتخصيصات للقرطاسية وللمواد الخدمية للرئاسات الثلاث يقدر بحدود حوالي 1.2 تريليون دينار عراقي. ما هذا؟ ونحن من المفترض أن نعيش حالة تقشفية وتخفيض في عمليات الإنفاق والهدر، وكذلك أيضا خصوصا التخفيضات لأصحاب المرتبات العالية الذين هم يعيشوا بمخصصات غير مرتباتهم، زين، وهذا يشكل عائقا كبيرا في مسألة التنمية الحقيقية لرفع مستوى معيشة الفرد العراقي خصوصا أصحاب الدخول. وبنفس الوقت هناك زيادة في نسبة الفقر والبطالة التي تقدر بحدود حوالي 20%، و20% هذه العامة، لكن لو نأتي إلى الفقر المتعدد يتمثل متعدد الأوجه، يتمثل بالصحة حيث هناك 33% فقط من الشعب العراقي الذي يتمتع بخدمات صحية، التعليم حوالي 60% فقط من الشعب العراقي يتمتع بخدمات التعليم، أي هناك نقص كبير في 40% من الشعب العراقي محرومين من الخدمات التعليمية. كذلك أيضا مستوى المعيشة، يعني لو نقارن مستوى المعيشة مع الدخول العالية والإيرادات التي دخلت إلى العراق، من المفترض أن المواطن العراقي لا يختلف عن نيوزيلندا، سنغافورة، دول كثيرة، دول الخليج بشكل عام، ولكن نلاحظ أن من خلال الإجمالي العام السنوي إذا قسم على سكان العراق، نصيب الفرد الواحد لا يتجاوز 8,700 دولار في السنة، أي بأقل من 1,000 دولار سنويا، وهذا يشكل كارثة كبيرة جدا على مستويات طيب. المعيشة دكتور للفرد. دكتور علو، يعني في ظل هذه الأوضاع كلها التي تصفها والتي ذكرتها، وأيضا في ظل وصف بعض النواب الموازنة للعام الحالي بالفوضوية، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى أي مدى يمكن حل الأزمة الاقتصادية عبر موازنة توصف بالفوضوية؟ حل الأزمة بالعراق لها جوانب عديدة جدا. أولا، خلق بيئة آمنة للاستثمار الداخلي من خلال رساميل وطنية، الرسمال الوطني، أي القطاع الخاص، أن أوفر إلى بيئة آمنة، هذا جانب جوهري وأساسي، إضافة إلى هناك العديد من
الشركات العالمية والرساميل العالمية والدول التي تمتلك الإمكانية في الاستثمار وبناء البنية التحتية في العراق، ولكن البيئة غير آمنة على الصعيد السياسي بالدرجة الأساسية، وكذلك أيضا الصعيد الأمني. نلاحظ كثيرا من الشركات التي لا تتقدم في العمل بالعراق والاستثمار، ولكن مع الأسف هو هذا الجوهر الأساسي في عمليات الإصلاح للاقتصاد العراقي. بنفس الوقت تشجيع القطاع الخاص في الزراعة والصناعة واستعادة آلاف وعشرات الآلاف من المصانع الصغيرة الإنتاجية التي توقفت بسبب عمليات أولاً أوضاع أمنية، أوضاع سياسية غير جيدة، حالات التراكم الخطيرة جداً في عمليات الانفتاح والاستيراد وغسيل الأموال، الفساد، الرشاوي، هذه كلها عوامل أدت إلى وصولنا إلى هذه الحالة الكارثية. وما زال سياسيون حقيقة يراوغون ويحاولون إقناع المواطن العراقي بأن هذه الموازنة موازنة إصلاحية، لكنها كارثية حقيقة. وسنرى في نهاية العام أن هناك زيادة في المديونية العراقية نتيجة القروض، سواء قروض داخلية أو قروض خارجية، إضافة إلى ازدياد الغليان الشعبي سيكون بعد الانتخابات مباشرة إذا حصلت الانتخابات، وأنا أشك في ذلك لأنه لم تتم خلق بيئة آمنة لانتخابات شفافة التي تعطي الإمكانية لحالة تغيير العملية السياسية الفاشلة التي أدت إلى وصولا إلى هذه الأزمات الخطيرة في العراق. إذن الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي، كنت ضيفا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.